اليوم رح احكي عن الحكمة الذهبية، وهي اكتب ما ستفعل وافعل ما كتبت وتحقق ما فعلت وطور ما فعلت. فنحن انتقلنا على البيت الجديد ونجيب الاغراض على البيت، فانا كنت كاتبة انه لازم اجيب هذول الاغراض. جبتهم، بعد ما جبتهم اجيت عم بتحقق لقيت في غراض مكسورة في غراض مو مكسورة. هلا انا شلون بدي طور؟ وقت بدي ايش بدي طور؟ انه المرة الجاية لازم اتعلم انه احطهم بكرتونة للاشياء الزجاجية عشان ما ينكسروا. بعدين حطهم بشي عند انه ما بيخلوهم ينكسروا، شي بغلفيهم منيح. برافو عليكي. عشان هيك يعني هون بكون انه طورت هذا الشيء وبنتبه انه ما اكسرهم مره ثانيه. برافو. يعني احنا دائما لانه بتحسين مستمر. برافو، شكرا نايا.